ما حكم النقاب الذي تلبسه المرأة هذه الأيام؟ النقاب ليس غطاء كاملا، غطاء ناقص، لا سيما وقد صار عند النساء تنوع في النقاب هذا، وصار للجمال ما هو للستر، يتخذنه للتجمل ويتفنن فيه، فهو لا يستر ولا يجوز. والواجب على المرأة أن تغطي وجهها غطاء كاملا لا يظهر منه شيء، هذا هو الواجب على المرأة. نعم.